يعني من الماء يكون فكر تاني حنفسه تلات سنين. مش هو عامل لي فيها عريس والتاني عامل لي فيها خاله؟ خليهم يلبسوا بقى. طب ما تاخد حقك من سنة وسفينة يا عم، ولا انت بتعمل كده في غابهم وتيجي قدامهم تخش؟ ايه يعني سنة وسفينة؟ يا ده انا كبير المنطقة، فاهم يعني؟ انا كبير المنطقة انا، ما تنفعش عليا حاجة. وادفع الفلوس اللي عليا. لم نفسك يا عنتر كمان. انت هتكبر يا بابا ولا ايه؟ ايه؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ الجنازة حرة والميت كلب، عليا النعمة انزل عليك اوسخ شبشب وارجعك لزمن عطية. زينة ايه؟ استنى انت يا خالتي، جرى يا عنتر ما تهدى، عيب كده تعمل في النسوان في غياب الرجالة، وبعدين ما تركبش نفسك الغلط وترجع تهيط. عشان انت عارف كويس قوي سرايا وسفينه ممكن يعملوا فيك ايه لما يرجعوا. ربنا يهدك يا عنتر. والنبي يابا إيه؟ اطلع شوف لك حل في اللي بيحصل بره ده، انا مش عايزه فضايح. اللهم عزك يا نبي. حاضر يا نبي. ما قلنا يا اختي خد المقرش وبلاش تحوك في الفقر اللي توجع البطن دي، قلتوا اطلعوا من البلد. بنت فقريه يا عنتر. سيدك خدت تبطل فاضي يا عم. غصب عنك يا عنتر. يا عنتر يا قهوة فيك ايه؟ الناس دي بعضها يا اخي. والنبي قص على سبع جار مالك؟ بقولك يا عم سيد، العشر باقي يحضروا هسكت خالص كده ولا ربنا يحاسبني؟ غلطان يا عم سيد انا؟ ايه؟ هتفرح يعني لما يتحبسوا؟ من الاخر كده يا عنتر، انا ضامن الناس دي انها هترد لك فلوسك، عايز ايه؟ ماشي، طالما عندك يبقى خير وبركه. جرى ايه يا عنتر؟ انت محدش مالي عينك ولا ايه؟ بصراحة لا. طب اخبط راسك في الحيط بقى، احنا لما نحضر الفلوس هنرميها لك على الجزمة القديمة، انا ولادي ما بياكلوش حق حد. عندك ها؟ خليك شاهد. حك على اخوي. قرف. يا عم. 60 ميلة. اقلبوا لي العربيه دي فتشوها كويس. نهار اسود خير يا باشا؟ في ايه يا سعاده البيه؟ احنا الورق بتاعنا سليم والترخيص لسه ساري. يا باشا احنا كله في السليم، سيادتك وشغلنا زي الفل. انت مفتش فين يا عم؟ الكبده عندك فوق ايه؟ يلا يا ابني سهل. في ايه يا سعاده الباشا؟ وده ايه بقى؟ خلطه الكبده ولا بتعملوا سندوتشات حشيش للزباين؟